ده كان حلم لأهالي المحل يعني. حتى بيقولوا لي اعمل ديت الخمس سنين دول مش عايزين منك حاجه، مش عايزين منك حاجه تاني، خدت بال سعادتك؟ لا، ده انا عندي طموح اكبر من كده بكتير جدا وحاجات خارج الصندوق بكتير جدا. بالنسبه لحضرتك، لو احنا اتكلمنا على الحاجه الثانيه المهمه، طبعا في سياسه دلوقتي لرئاسه الجمهوريه وسياسه للدوله كلها للقضاء على مرض فيروس سي، وفي طبعا كذا علاج جديد نزل وكده. احنا عندنا مركز الكبد، مركز الكبد المفروض ان هو اللي كان بيقوم بعمل التحاليل وعلاج فيروس سي. قلت لهم يا فندم مركز الكبد، مركز كبد اعمله عشان يعمل ياخد عينه ويحلل؟ لا، مركز الكبد شغله يعمل زراعه كبد. تواصلنا مع المسؤولين برضو، الكلام ده منذ 6-7 شهور مع الدكتور حسام مدير المستشفى، لحد ما تم توفير بيسموها كبسولات او كبسولتين لزراعه الكبد في مدينه المحله، فاصبح مركز الكبد يقوم بزراعه الكبد في مدينه المحله الكبرى. دي خطوات مهمه جدا طبعا سعادتك، الموضوع دوت حاجات دي واقفه، هي خطوات مهمه. بس الشيء اللي انا مش عارف انت ازاي بتعديه كده سياده النائب، ازاي موضوع الثمان شهور 6 شهور علشان اجراء ايه ده؟ ايه ده؟ انا تعبت. ده ممكن مصر يعني ممكن مصر تنهض وبسرعه في قطاعات كثيره جدا لو تم اختزال الوقت ده للثلاث ارباع. والله إيه انا عندي استعداد اشتغل اوفيس بوي لمصر. بس اخلص الورق. تخيل سعادتك مسؤول شغله ودوره بتتحايل عليه، وانا اللي بتابع له شغله اقول له يا فندم الحق، ده الموضوع واقف عشان كذا، الحق يا فندم ده في كذا، معقوله؟ يبدا يجري ويتحرك معايا. خدت بال حضرتك؟ ليل نهار بنام احلم بالبلد. طيب بعد ما مشوار الاوراق والبيروقراطيه الرهيبه دي ينتهي وبتبداوا بالفعل انكم انتوا تشغلوا المركز او المستشفى او تكملوا تستكملوا، في جدول زمني بقى محطوط على ارض الواقع تنفيذيا ولا دي كمان فيها معوقات؟ المفروض يا فندم في جدول زمني 8 شهور. والمفروض ان انا بعمل ايه بقى؟ انا بقول لحضرتك انا ليا خبره حكوميه فبشتغل على هذا. بنعمل حاجه اسمها ربط مالي. يعني الفلوس اترصدت 35 مليون يتعمل ربط مالي في البنك لحسابها. يبقى المستخلص اللي يطلع يترصد على طول، يطلع للمقاول، يبقى المقاول مش هيوقف. تمام، خدت بال حضرتك؟ هو ده اللي احنا بنتكلم. وطبعا وزاره الصحه في الفتره الاخيره كان كل المستلزمات الطبيه هيجيبوها من المانيا، وتم التعاقد بالفعل وتم ادراج المستلزمات الطبيه الخاصه بمستشفى الرمد، هتيجي كلها مستورده من الخارج على اعلى مستوى. دي اول حاجه مهمه جدا. الحته بقى اللي كنت بكملها لسعادتك اللي هو وحده فيروس سي. الفكره خارج الصندوق ان انا ابدا استقطب زي رجال اعمال او ابدا استقطب شركات الادويه الكبيره ان هو يبدا يتبرع لي ويعمل لي وحده فيروس سي عشان يعالج حاجه زي كده، ما هو عليه واجب مجتمعي. ده يدفعني بالسؤال على الـ فيما هو متعلق بجهود المجتمع المدني معاكم، شايفها ايجابيه ولا مش قد كده؟ في بعض الناس بيحب يعمل دور مجتمع مدني ويقدر يعمل دور كويس بدون مقابل. وفي تاني يقول لك لا، طب انا مثلا هعمل لك اطور لك الميدان واعمل لك كذا واعمل لك وحدات واعمل لك كذا فمقابل مثلا، يعني ليكن مش وحش ان انا مثلا تديني اسواق مثلا في اماكن مميزه. اسكندريه كانت نهضت في فتره من الفترات بالطريقه دي. انا بقول لسعادتك دي بتتناقش بقى مع الاجهزه التنفيذيه. لكن اللي بيجي معايا انا ما بيطلبش اي مقابل. بيبقى حتى بختار ناس وطنيين بيعمل حاجه بيعملها صح. عشان خاطر الدوله عملنا وحدة فيروس سي كلفت مليون جنيه. تخيل سعادتك يعني جايبين جهاز ثمنه 960 الف جنيه. عشان يتم قبول التبرع لازم اتواصل مع السيد الوزير، والسيد الوزير يطلع قرار، والقرار ده المستشار القانوني جه ما جاش، ونقعد اسبوع على ما يطلع القرار. برضو فيها معاناه صعبه جدا، مش مجرد ان واحد بيتبرع بيخش الحاجه بتتم. تم عمل وحده تكلفتها اكتر من 50 الف جنيه موجوده في مستشفى حميه المحله. تمام، وحده فيروس سي. المفاجاه بقى الكبيره ان كان عندنا 1160 عامل مصاب بفيروس سي من عمال شركه مصر الغزل والنسيج. 1160 عامل بفيروس سي. تمام، طبعا الشركه قال لك انا معيش فلوس. ومجموعهم كام التكلفه بتاعتهم؟ لا، اجمالي العماله كام؟ العماله في يعني اقدر اقول تلتهم نصهم ربعهم؟ لا، ده احنا عندنا في العماله دلوقتي وصلنا 16000. 16000 يعني حوالي قول 10%. 10% مصاب بفيروس سي. طبعا كلهم متوترين قلقانين. الوحده ديت حضرتك هتعالجهم ان شاء الله. جينا دلوقتي وقفنا برضو على مشكله التمويل، مين هيجيب العلاج؟ مين هيجيب تكلفه التحليل والحاجات دي؟ هي الفكره مش اجهزه بس. ايوه، تواصلت مع مشيخه الازهر. خدت بال حضرتك؟ شوف حضرتك مشيخه الازهر هتعالج فيروس سي. خدت يعني شوف حضرتك بفكر بننتشر في كل المجالات.
تفضل الدكتور طارق اللي هو مسؤول في مشيخة الأزهر بيت الزكاة، هيمولوا 2 مليون و400 ألف جنيه اترصدوا لعلاج 1160 عامل. وإن شاء الله أوعدهم خلال أسبوع 10 أيام بالكتير هيكونوا بيتعالجوا بالفعل. هو ناقص بس لجنة الفيروسات الكبدية تنزل لجنة المعينة ويبدأ على طول إن شاء الله يتعالج فيه، وتبقى دوة افتتاح محترم جدا لوحدة لجنة وحدة الفيروسات الكبدية. طبعا أنا كنت حتى حضرتك وكيل وزارة الصحة نفسه كان بيعاديني وأنا بعمل حاجة زي كده. يعني لحظة هنا بقى، يعني بتقابل بمعاداة من جوه بتاع الصحة من الجهات الحكومية كمان، يعني أصلا متقاعسة وعندها مشكلة في أن هي تخلص، يعني بقول دكتور الأمور بسرعة. وكيل وزارة الصحة حضرتك لقيته بيقول لي إزاي أعمل وحدة فيروس سي جنب مركز الكبد؟ ما مركز الكبد بيعمل إيه؟ قلت له يا فندم مركز الكبد المفروض يشتغل زراعة كبد، لكن يخش له مريض فيروس سي حضرتك في مكافحة العدوى والحاجات ديت، المفروض إن أنت أصلا تمنع مريض فيروس سي ان هو يقرب من المكان ده، لان اللي بيبقى عامل زراعه كبد ده بيبقى عنده الاجهزه المناعيه والحاجات ديت بتبقى ضعيفه. خدت بقى حضرتك ازاي؟ ومركز كبد يبقى لزراعه الكبد. ووحده فيروس سي تبقى يتعمل لها تحليل، ده فيروس سي دلوقتي جمعيات الاهليه كانت هي اللي بتعمل القصه دي، بياخد عينات ويحلل ويعمل بي سي ار ويعمل الكلام ده. فين وفين لحد ما اقتنع، لحد ما معالي الوزير كلمه شخصيا وقال له شغل الوحده. خدت بقى حضرتك ازاي؟ ولولا برضو المعوق دوت كان زمان الوحده اشتغلت من زمان على فكره. دي حاجه برضو هتبقى كويسه جدا جدا لمدينه المحله الكبرى. بدات برضو اشتغل على نطاق استراتيجي شويه. عندنا مشاكل في الصرف الصحي، طب نحل مشاكل الصرف الصحي ازاي؟ عندنا ثلاث محطات صرف صحي في افقر ثلاث مناطق موجوده. منطقه اسمها البرولوسي او العلو، عندنا منطقه اسمها محي سعد او الوزاريه، عندنا منطقه اسمها ابو راضي وعزبه تومه. ديت زي ما بيقولوا ايه، محدش بيدور عليهم، ناس فقيره وناس غلبانه، هم مش مدرجين المفترض في ميزانيه الدوله يا فندم. كل بكلم سعادتك فيه دلوقتي مجهود جامد جدا عشان ميزانيه الدوله 24 مليون جنيه في المحل. ميزانيه المحل 24 مليون جنيه. خدت بال سعادتك؟ تخيل سعادتك الصرف الصحي، تواصلت مع السيد وزير الإسكان بعد معاناة وصعوبة جامدة جدا وطلبات إحاطة وبيان عاجل وتخلص ولا قدم الطلب الإحاطة صدقني والله، وفي الآخر تم الموافقة وخليته كلم وزير التخطيط إن يدرج 80 مليون جنيه. يجوا يشوفوا الاحتياجات قال لك لا ده احنا محتاجين 82 مليون. تخيل انت معاك 80 مليون ومعاكش 2 مليون. مش عارف، يقول لك مش عارف انفذ، انا معايا 80 مليون ومعيش 2 مليون، يقف